شحنة الأدوية هذه على بساطتها هي على قدر من الأهمية تصل إلى مخازن الإمداد الطبي التابعة لبلدية باطن الجبل. اليوم الشحنة اللي جت طبعا تتمثل هي حتى لو أنها بسيطة، ولكن مقارنة بالوضع اللي احنا فيه واللي قايمين جماعة الإمداد، قلت له قايمين أكبر جهد يعني بارك الله فيهم، اللي الموجود يعطونا فيهم مشكورين يعني. لكن الشحنة اليوم هذه جبناها طبعا واصلة أمس. عدد من المضادات الحيوية وأدوية الحرارة والإسبرين وبعض الأدوية الأخرى مرسلة من إدارة الصيدلة التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق بطرابلس. بقدر جهدنا اللي يجينا دعم من الدولة باي، اللي ما يجيناش نكملوه منا، واللي يعني إن شاء الله مشكورين على كل حال. فتوا حاليا عندنا اجتماع، طبعا كنت جيت تو لقيتنا نحضر في اجتماع. الاجتماع هذا نديره فيه اجتماع باستمرار نناقشوا فيه في داخلية آلية الشغل الداخلية، كيفية صرف الدواء، كيفية توكات الموظفين، التوكات تاع المنتجين والغفار البرة. أهمية هذه الأدوية التخفيف عما تعانيه المراكز الصحية في بلدات باطن الجبل، مع شكوى القيمين على المخازن ومستوصفات وعيادات وصيدليات باطن الجبل من عدم توفر أدوية الأمراض المزمنة التي لم تصلهم منذ أمد بعيد.